أصدر المرصد الوطني لحقوق الطفل مساء أمس الأحد الأغنية الوطنية الأطفال نعمة، التي شاركت فيها كل من الفنانة لطيفة رأفت وسلمى رشيد وإيهاب أمير ورجاء بالمير وأحمد شوقي. وأشرف على كتابة العمل المنتج من طرف المرصد الذي تترأسه الأميرة للا مريم سمير المجهري، فيما تكلف بمهمة التلحين رضوان الديري والتوزيع رشيد محمد علي، بينما أخرج حسن الكرفتي، حيث تم اختيار مدينة طنجة مكانا تصوير الكليب. ولاقت الأغنية التي اختتم بها الفنانون المغاربة المؤتمر الوطني لحقوق الطفل في مدينة مراكش استحسانا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق الكثيرون هذه الأعمال الهادفة اللي بغينا.